وحينما تسأل لا بد وأن تستفتي العالم الذي درس العلوم الشرعية على حقيقتها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.